ولكن قبل نحكيوا على عيد الحب اللي هو البارح، نستقبلوا فيصل الحذيري وبسام الحمراوي. سيدي كيف تجعلين زوجك رومانسيا في 7 خطوات؟ الخطوة الأولى اجعلي المكان رومانسيا، أطفئ الأضواء وأشعل الشموع. سيء أمرنا واضحي، ارتدي أجمل عندك من ملابس وفاجئي. هذا كان أكثر من هيك عاد سيء. هذا أظن أنت لا يرسعت كما في مشروع نمشي نطيشهم عاد خيرك. هكا هو سيء أمرنا واضحي. يا ربي جيبي تفاجئك أنا مش عارف إيش. لا سامع شفي بتاعهم الشباب الدنيا ظلمة الهم بس هو تقريب جي وشك يهزم وقال تذول ايش الهم ايه الشباب الدنيا ظلمة عجيب فيك ايه مبارك مبارك خش عجيب عجيب فيك مبارك اتعلمون مشتة مبارك مبارك ايه قلبي يوميتي ولد سربريز وش بك تقولي صدق انت وش بك مرايشة عجبتك هذي؟ عجبتني عجبتك يا حبيبي؟ حبيبي عجبتك؟ وش هذي؟ أكره واحد حبي هذي سربريز هذي سربريز سربريز عجبتك سربريز؟ لا السربريز الوحيدة اللي تعجبني هي نهارة اللي نروح نلقاك جيفة ميتة ولعبة تعجبني هيك السربريز الوحيدة بتاعي شبيك لما قاسي؟ شبيك قاسي هكا على الأخرة؟ قاسي هذا كلام يقولوه هكا خليفة هكا بيبي بيبي وباية تبوي كل واحد مش بيك ضبعتي انتي مش قلتك نحالي المسلسلات المصرية دي مش مسلسلات مصرية خفي بالكش اللي اليوم سان فلانتين سان فلانتين عرفتي عرفت ما هو جوار يلعب مع المانشستر يونايتد عرفتي بشمع سان فلانتين هذي عيد الحب عيد الحب كما عيد الشجرة كما العيد الكبير العيد الصغير هلا باش تذبعيني انت انا هيعطيك كلب ياكل بكل واش والله اليوم عيد 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 ايش هذا؟ عيد الحب هي عيد يعني فيشتا هي فيشتا ما فيش خدمة؟ لا في خدمة وبزايد هيا مدام فيش مدام في خدمة ورثة ليه ولك وليه ولا شي يقولوا فيه حبيبي حبيبي نحي صباتك هي خذ راحتك فهمت يعني مش نحي صباتك مش نحكي بوسي ايه ما بيت البرة صبات اوكي نعم بوزين وقد اكاك خماش عملي هالي هذي ها باه اوكي يا ذاك نحي اوكي تلعب الصبات اصبح هذا الخطوة الثانية ذكريه في اول لقاء بينكما اوكي خنيفة تذكر اول نهار تقابلنا فيه الله لا يعاودك النهار الله يرجيني فيه النهار هذاك علاش تفكري فيه فيه علاش تسألي علاش النهار الوحيد اللي قبلتك فيه نهار اللي تعرفت عليك نهارتها في الجبانة نهارتها أمي وباباي ميتين وقتها ده كيفاش تحبين تفكر النهار النهار تفكري فيه في بابا النهار رح رح ماي بابا وما تكلم بتلاح من القريت ليش تذكرني لحظة ذي خطة فيه عليلي يا بابا خلتني كاكا صغير يا صغيرك لجار لداري تسكت الخطوة الثالثة في حالة البكاء الشديد اقتربي منه ثم امسكي يدي وقبليه بحنان الخطوة الرابعة في حالة استمرار البكاء قدمي له هدية هذه الحبة خليفة خليفة كادو كادو حليلي دي كادو هيك تاع قسم كادو جبتي لي ايش تلفغ لي ملعقة هرعتك حيلي حطيناها وفيلي الملعقة طابت واستلفغ لي تنقب عجبوك حبيبي يعجبوني من ما عجبوكيش عجبوك اي 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 اوكي داك كحل كادوات انا رجعت الا ليك الشاشه ايوه ها الخطوه الخامسه هاي بيه بعد تقديم الهديه وبعد ان يفرح فرحا شديدا ادعوه للرقص ايوه انا وينك على انغام موسيقى رومانسيه راح يسترى والله يعطيك الصحه في الفكره هات ملعقه فنتي ولا نكهه بها البنيه كل خنيفه ها
وش بيك؟ تحب تشتح معايا؟ شنو؟ تشتح معايا؟ عليها فوق السطح، نحن مش نشتح. مش اشتيح؟ مين؟ مش تحس لوق مع بعض؟ كيفاش السلوق هذا؟ سلوقك. يا والله العظيم أول مرة أشوف كلبة سلوق تتكلم. أيه؟ بالله مالي شن؟ ما حليك البالو، حط غد. خشين؟ حط غد، قوم قوم أمشي مريك. وش قوم؟ قوم عاش وريك باش نشتح سلوق. مش نشح تو؟ هي يستفي روحك احليلي نعم. مش انت بششح، بششح مع بعضان مع بعضان. نعم وياك رقص رومانسي يزمك طولي رومانسي روح حبيبي، فهمت كيفاش؟ هاي سيد شدني هكا. اقعد يا خليف. ها خش هاد شكرا سيمان. اخي مالك باش نشدك؟ بشوي بشوي زيد بشوي. يا دي اش بيك؟ خويا بشوي. اقعد تشدني عاد. اعتبر روحك تو، هذه دين بالله تد بالها هذه. اعتبر روحك شاد كاستاي بين يديك دافي. اه به كاستاي يمكن. صحيتك خليفة. منين نترشف توني؟ ما ترشفي. تحب تترشف خليفة؟ ايه الله طبقي من المسلسلات بالضبط. احليلي انا باش تدوخيني راه شباب شويه مقطوع. انت مش لاني وجعني. لحظه خلينا نعلي في المزيكا هكا. لحظه عايزه خذ بوتي. انت ايش كنت على راحك؟ خطه سريعه خطه سريعه. ها ها شرط الدنيا تجبل البروطه. خذ بوتي. وش هاي سايب النح علي؟ ايش اني زربوطه تدوري بيني تمهل ليجي تجيبي ملعقه وبعتها لي تدوري بيك الزربوط. شبيك هكا تعمل الخليفة؟ شبيك؟ ايه تبكي ولا يعطيك يا ابوي واخذة على راسي؟ شبيك قاسي؟ شبيك قلبك حجر؟ نعم مني قلبي حجر؟ خليفة ها؟ قاعد تخمم في حاجة أخرى غيري أنا. أنا خمم فيك أنا؟ ما شكون شاغل بالك غيري أنا يا خليفة؟ كيفاش عرفتها تكدك؟ قلب الأنثى دليلها. أنت أنثى بالحرام ما تجيش أنثى أنت، أنت ثعلب. حتى في الثعلب فما نافي يا خليفة. وحاسني فما شكون شاغل بالك، تكلم ما يسالش. شاغل بالي واحد. شكون؟ التوهامي. ما قلتليش حتى على امرأة. شنو؟ التوهامي شاغل بالك يا خليفة؟ إي. بعد 10 سنين اكتشف اللي انتي. شنو؟ اللي انتي. اش بين هنا؟ اللي انتي فيجيتاريان. شنو؟ شنو اللي فيجيتاريان هذا؟ بغيت نحكي لك على التوهامي بعد من الصباح باش يجيب لك كعبتين يا جور للشانتي قطع بالفريشات ما رجعش. هكا علاش شاغل لي بال؟ باهي اقعد هكاك. كلمة وابي بيه ناكل غلطة ما شكون ابو بيه هذي؟ باهي حبيبي بيت وبيك الهم هذا خليفة شي واحد باش يرتاح خليفة ناحي ديك ما احلى راسها وش لليفة. ها؟ اقعد هكاك اقعد ارتاح كلمة وابي اقعد على روحك خليني هنا هكا والله ربي يهديك هكا فايت نرطيك الوينة تو هكا ضيعت الصبحة خليفة يا خليفة انا ضيعتك انا صفحة والله يا اخوي ضيعت الصفحة زعما هي الخطوة الأخيرة طعنته بسكين وقطعته إربا إربا. وي 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 زعما خوتي ما تبقى حديث في الجرايد معناها روك كلامهم صحيح خوتي هما يفهموا خير برك شغل رومانس بسم الله والله أكبر راهي واش بيك؟ اسكت على روحك خليفة هذا انت وشنو هذا؟ باش نردك رومانسي يا خليفة باش تردني رومانسي ولا كعبة مرقاش انت؟ خليفة لا حبيبي خليفة اجي هنا خليفة اجي هنا خليفة فيصل لحظة رومانسي انت؟ انا منشط رومانسي رومانسي؟ رومانسي شكون مش رومانسي؟ والله ما نطلع سامي الفارس نوريك باش تحية لفيصل الحديري وبسام الحمراوي